السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة شيماء محمد كعبار، مدرس مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع. دلوقتي احنا هنشرح حاجة اسمها ايه؟ الـ Child Health Care. ماشي، ايه اللي احنا عايزين نعرفه من الدرس ده؟ هنتعرف في الدرس ده على حاجة اسمها الـ Child Health Service. قبل ما نتعرف على الـ Child Health Service أو السيرفيس المتقدمة للـ Child، عايزين نعرف الـ إيه؟ التقسيمات. تقسيمة الـ Ages وكل واحد اسمها إيه؟ يعني مثلا الـ Infant هو أول سنة من اللايف، يبقى أول سنة من اللايف بنطلق عليها إيه؟ بنطلق عليها Infant. طيب، الأول سنة من اللايف بنقسمها حاجتين، أول شهر بنسميها نيونيت، من شهر السنة بنسميها ايه؟ بوست نيونيتال بيريود. بعد كده في حاجة اسمها بري سكول، دي من سنة لخمس سنين. أما السكول تشيلدرن دي أكتر من خمس سنين. يبقى التقسيمة زي ما قلنا تشايلد هيلث سيرفيس بنقسمها الأول في نيونيت، أول شهر من شهر السنة بنسميها بوست نيونيت. النيونيت والبوست نيونيت دول بطلق عليهم انفانت اللي هم أول سنة من اللايف، بري سكول من سنة لخمس سنين، والسكول تشيلدرن أكتر من خمس سنين. نيجي بقى أول حاجة هنتعرف عليها في السيرفيس أول ما الطفل بيتولد، بنعمل له حاجة اسمها إيه؟ زي الكتكوت في الصورة ده اللي هو بيفقس من البيض، بنعمل له حاجة اسمها نيونيتال كير. أي حد مثلا مامته حكت له، عنده أخ، عنده أخت، عنده أي حاجة، هيحكي له أول ما الطفل بيتولد. بيقوم الدكتور جايب الكور، بيعمل له أسيبتك كاتنج للكور، تمام، الريسبيراتوري باسج، بيكون معاه دكتور اطفال او نيرس ممرضه، بيبداوا يشفطوا الريسبيراتوري باسج بتاعته، يبداوا يحطوا له اي ديس انفكتنت كلين للاي بتاعته علشان الاورجانيزم، بيعمل له حاجه اسمها ابجار سكور، ودي هتاخدوها اكتر بالتفصيل في الاطفال لو في مشكله لا قدر الله، بيعمل له ريسوسيتيشن او ممكن يوديه في الانكيوبيتور الحضان. طبعا اكزامينيشن لو الطفل فيه اي ابنورماليتي، بيبداوا يقيسوا له بعد كده في الفريكوينت فيزيتس، يعملوا له الويت، يعملوا له اللينس، طبعا المذر بتعمل انيشيشن بريست فيدنج، ويبداوا يدوا له الايمونايزيشن او الفاكسينيشن بتاعته. يبقى ده كل اول ما يونيت بيتولد لغايه ما يبدا ويروح الوحده والرعايه بانتظام عشان مرحله التطعيمات. وطبعا لو هو نيولي بورن في مشكله او بريماتيور، بنعمل له سبيشال كير فور نيولي بورن. في حاجه اسمها بروموتيف هيلث سيرفيس. يبقى التشايلد هيلث سيرفيس بنقسمها الاول حاجه اسمها نيونيتال كير، في حاجه اسمها بريفنتيف سيرفيس هناخدها اسمها الايمونايزيشن، في حاجه اسمها بروموتيف سيرفيس اللي احنا شايفينها دلوقتي، وفي حاجه اسمها الهيلث ابريزل وكروس مونيتور. تاني حاجه هنتكلم عنها، يبقى اول واحده كان نيونيتال كير، تاني حاجه البروموتيف هيلث سيرفيس. البروموشن يعني ايه؟ يعني انا بعزز الصحه بتاعته. طيب هعزز صحه الطفل ازاي؟ اول حاجه ان انا اشجع مامته انها تعمل اكسكلوسيف بريست فيدنج، وهنتعرف يعني ايه كمان شويه يعني ايه اكسكلوسيف بريست فيدنج. كمان ان انا اعمل له نيوتريشنال ايديوكيشن ريجاردنج، ان انا اعرف الام ازاي تعمل انفنت ويدنج فيدنج كويس وتعمل له ويننج فطام كويس. وطبعا لو هو ايل تشايلد او في مرحله في مرض، بنعمل له فيدنج اوف ايل تشايلد. ثالث حاجه اتكلمنا عنها اللي هو الهيلث ابريزل، ان انا اعمل تقييم الحاله الصحيه بتاعته ومونيتورنج للجروث والديفلوبمنت بتاع التشايلد بتاعه. طيب هعمل له هيلث ابريزل ازاي؟ بثلاث حاجات. اول حاجه ان الميديكال اكزامينشن لازم تبقى ريجولر بصفه منتظمه، ودي ممكن تيجي ام اس كيو. فاول سنه لازم على الاقل مرتين في الاسبوع اودي الطفل ان انا اعمل له ايه؟ ريجولر اكزامينشن، تمام؟ في تاني سنة على الأقل كل شهر، في تالت سنة تبقى ايه؟ لغاية السكول ايش تبقى كل تلات شهور. يبقى في الريجولار ميديكال اكزامينيشن نتعرف تاني هنعرفها ازاي؟ أول سنة هتبقى مرتين في الأسبوع، تاني سنة هتبقى كل شهر، تالت سنة هتبقى كل تلات شهور. بعد كده في حاجة اسمها كلينيكال سيرفيس، ان انا اعمل له تريتمنت ماينور إلنس، وان انا بعمل له حاجه اسمها سكرينينج تيست. سكرينينج تيست يعني ايه؟ يعني زي السكرين او العدسه، ان انا بعمل مكبر او ان انا احاول ابحث عن مرض معين خفي ظاهريا، لكن انا بعمل سكرين كاني بحطه تحت العدسه عشان المرض الخفي ده يبدا ايه يظهر لي، وانتوا هتاخدوها بالتفصيل في محاضره الايه السكرين. السكرينينج تيست انا ممكن اعملها للطفل بتشمل ايه؟ اول حاجه ان انا اقيس له الانثروبومتريك زي ما قلنا من شويه، بنقيس له الويت واللينس. تاني حاجه ان انا اقيس له الفيجوال اكيوتي اللي هو النظر بتاعه. تالت حاجه ان انا اعمل له دنتال اكزامينشن اشوف سنانه فيها تسوس ولا لا.
سيرفي لو عنده بارتيكولار بروبلم، كمان تشيك اب للجروث والديفلوبمنت بتاعه اخبارهم ايه. اللي بعدها اللي هي الايه، البريفنتيف سيرفيس. البريفنتيف سيرفيس عشان اعمل بريفنشن لمرض هيبقى غالبا ايه، ان انا اعمل له ايمونايزيشن، ان انا ازوده بالايه، بالتطعيمات علشان ايه، احافظ عليه من الامراض. في حاجة بقى اسمها IMCI، Integrated Management of Childhood Illness، اختصارها IMCI. ايه الانتجريتد مانجمنت؟ من اسمها انتجريتد مانجمنت، ان انا بعمل مانجمنت متكامل لاي مرض جوه الايه، جوه الطفل. هنبدا بالديفينيشن بتاعه. هي انتجريتد كيس مانجمنت للموست امبورتنت كوزز اوف تشايلد هود ايلنس. ايه هي الموست امبورتنت كوزز بتاع التشايلد هود ايلنس اللي احنا نعرفها؟ اكيوت ريسبيراتوري انفكشن، حاجه اسمها الدايريا، الميسلز، السور ثروت، والاير انفكشن، and المال نيوتريشن. ممكن للتشيلدرن مين؟ عشان دي بتيجي ام اس كيو اقل من 5 سنين، يبقى انا بعمل اي ام سي اي لمين؟ لكل الاطفال. انتجريتد مانجمنت بيجي عندهم مشاكل في التنفس، عندهم اسهال، عندهم التهاب في الحلق، وغالبا مع الالتهاب في الحلق ده بيبقى عنده التهاب في الاذن، وطبعا الميسلز والمال نيوتريشن للاطفال اقل من 5 سنين. ايه فايده الانتجريشن ده، او ليه انا عملت التكامل ده؟ هنشوف دلوقتي ايه المميزات بتاعتها. دي تاني بنقول لكم اللي هي الاسباب اللي بنعمل فيها الاي ام سي اي، وغالبا الطفل بيبقى جاي بايه، معظم الحاجات دي غالبا الطفل مبقاش عنده مشاكل في التنفس، بس بيبقى جاي معاه دايريا، بيبقى جاي معاه سور ثروت، معاه اير انفكشن، يعني ما بيبقاش جاي بمشكله واحده. الاوبجكتيف بتاعتنا بتاعت الاي ام سي اي فايدتها طبعا ان انا اقلل الديسيز والديس والديسابيليتي والسيفيريتي بتاع المرض، كمان ان انا احسن الجروث والديفلوبمنت بتاع الطفل. الاي ام سي اي استراتيجي، اول حاجه الاستراتيجيه بتاعتنا في الاي ام سي اي هتفيد كل فئات المجتمع، من اول الطفل لامه للعائله الاسره للكوميونتي للهيلث كير فاسيلتي او الهيلث كير ستاف. اول حاجه بالنسبه للهيلث كير ستاف هتحسن عندهم السكيلز بتاع الكيس مانجمنت. طب الفاميلي والكوميونتي هتحسن استخدامهم للهيلث كير براكتس. طب بالنسبه للتشايلد، ان انا هحاول ان انا اعمل كومباينيشن ما بين التشايلد هود ايلنس مع الريسك فاكتور اللي ناتجه منها، يبقى انا بربط ما بين المرض وما بين الريسك فاكتور، بحيث لو طفل جيب ريسك فاكتور ان انا اعرف ان انا امنجه قبل ما يوصل للمرض التاني، فربطت الريسك فاكتور بالايه، بالالنس. طب بالنسبه للمازر، ان هي كمان هتستفيد انها تروح تنكلود الماتيرنال هيلث، لو فيها مشكله هنعالجها عشان خاطر الايه، الطفل بتاعها. نيجي بقى الادفانتج بتاع الانتجريشن. اول حاجه ان الاي ام سي اي دي بيتر ذان سنجل كونديشن، هي احسن من ان انا اعالج حاجه بحاجه، تمام. كمان ان الطفل لما بيجي المستشفى ما بيبقاش فيه مشكله واحده بس، بيبقى فيه كومباينيشن اكتر من كونديشن مع بعضها، زي ما قلنا هيجي مشكله في التنفس مع مشاكل في، بيبقى فيه اسهال وهكذا، معاه مال نيوتريشن، مع سور ثروت، مع اير انفكشن، بيبقى اكتر من حاجه جايه بايه، مع بعضها. كمان ان السيرفيس اللي بتتم عن طريق، او الانتجريشن ده بيتم عن طريق مستشفيات تكامليه، وبتبقى بسعر رخيص، وهيلث كير سنتر ويونت، والاي اكسترا اكسبنسز، التكلفه بتكون قليله على الشخص. تشايلد نيوتريشن بيشمل حاجتين هنتكلم عنهم، يا اما بريس فيدنج ده الطبيعي، يا اما حاجه اسمها فورمولا فيدنج. فورمولا فيدنج اللي هو الايه، الصناعي. اول حاجه البريس فيدنج، خلي بالك عشان دي بتيجي ام اس كيو، ان هي ليرند سكيل، بتتعلمها مكتسبه، حاجه مكتسبه مش طبيعيه. بتتعلمها امتى عشان بتيجي في الام اس كيو؟ بتتعلمها في الانتي نيتال بيريود، يبقى خلي بالك علشان دي بتيجي في الايه، في الام اس كيو. بريست فيدنج ا ليرند سكيل، ليرند سكيل موتيفيتد ديورنج الانتي نيتال ايه، بيريود. طيب ايه هو البريست فيدنج؟ معناها ان الانفنت بياخد البريست ميلك بتاعه، تمام، هياخده ازاي؟ يا اما دايركت من البريست بتاع المصدر بتاعه، تمام، يا اما الويت نيرس المرضعه بتاعته، يا اما اكسبريسد عن طريق الكب والسبون. يبقى ده ازاي بيتم البريست فيدنج. مش معنى ان هي بريست فيدنج الناس تظهر وما تذاكرش وتيجي في ذهنها ان هو البريست، يعني لازم شرط من البريست، لا، وشرط المظهر بتاعه لا، ده ممكن ويت نيرس، وممكن طريق انها تعمل له اكسبريشن في الكب والسبون، ويبقى نسميه بريست لانه إيه، لبن ام.
طيب ايه الاكسكلوسيف؟ يعني ايه اكسكلوسيف؟ معناها كده بالبلدي ان هو مفيش حاجه تدخل فم الطفل حتى الميه، علشان اقول اكسكلوسيف ما بيشربش غير لبن بس، حتى مفيش معاه ميه. تمام، يبقى nothing not even water should be fed to the baby، ده اول شرط. تاني شرط ان هو بيحصل اول 4 لـ 6 شهور، اول 4 لـ 6 شهور. تالت شرط fed on demand، يعني ايه؟ ما تقولش ان البيبي خلاص ان هو خد 8 رضعات او كده خلاص كفايه عليه، لا، on demand منين ما يحتاج، night and day with no restriction. لا، اما للانس، يعني ممكن مثلا الام تفضل تقعد ترضع ابنها في واحده 5 دقائق وتخلص، في واحده 10 دقائق، لا، نو ريستريكشن للانس. هو عايز يرضع ما تسحبي البريست بتاعك وخلاص، لا، حتى لو طلب وقعدتي لغايه نص ساعه ترضعيه، مفيش ريستريكشن للانس ولا الايه الفريكونسي، ممكن ترضعيه 3 و4 و5 و6، مفيش ريستريكشن لا للانس ولا الفريكونسي. طيب ايه البينيفيت بقى؟ البنفيت بنقسمها حاجات للبيبي، حاجات للكوميونتي، حاجات للمازر. اول حاجه اللي احنا هنعرفها حاجات للبيبي، في حاجه اسمها لبن اسمه كلوسترام، ده بيظهر اول ما المازر بتبدا ان هي تولد البيبي بتاعها، بيبقى سمول ان اماونت، شويه صغيرين جدا، بيبقى اسمه لبن السرسوب اللي هو الكلوسترام ده. طبعا سبحان الله ربنا، لبن الغذاء السرسوب ده في كل حاجه الطفل محتاجها في اول ايام حياه الولاده بتاعته، ده مليان كالوري سبحان الله، في اي جي اي وفي فيتامين اي، ماتيور ميلك ربنا حميه الطفل ومزوده بكل حاجه، في اميونوجلوبولين ومناعه بتحمي من البكتيريا والفيروسات. يبقى اول حاجه الايه الكولسترول، كمان لاكس، تمام، ما يجيبش للطفل امساك. طيب في كمان ايه، هنقول ان في كمان بروتين، وهنلاقي فيه كربوهيدرات، وهنلاقي فيه فات، وهنلاقي فيه فيتامينز هنتكلم عنها دلوقتي، فيتامين دي وايرن كمان، ده ريدي ميد سبحان الله ربنا صنعه. هنعرف دلوقتي الفورمولا فيدنج، الام لازم تعقم الببرونه ولازم تعقم الفرشه وتغلي بميه مغليه وتحضر وتحط المكيال وتغلي ميه دافيه وتسيبه لما يبرد، سبحان الله، انما دي طبيعيه ففيها بروتين. كمان البروتين اللي فيه ليس الرجي، ما يعملش الرجي للبيبي. كمان فيه اميونوجلوبولين، ربنا حطت له اميونوجلوبولين مضادات منه، وكمان يديله اكتيف لينفوسايت، فبالتالي الايه الاميون سيستم بتاعه يديكي سوبيريور اند مور كومبليت ريسبونس تو الايه الفاكسينيشن. لما تيجي تعمله فاكسينيشن خلاص يبقى الاميون سيستم جاهز ويعمل يصنع ميموري سيل على طول. طيب الفات فيها لونج تشين اسينشال فاتي اسيد، خلي بالنا من اسينشال ولونج تشين، ده محتاجينها عشان ايه؟ عشان البرين جروس. الفات ليه قلنا في الاكسيروس فيدنج نو ريستريكشن لا لللينس ولا للايه للفريكونسي، وخاصه كلمه اللينس، لان بيقول لك ان الفات الموجود في الهاي اند ميلك بيكون اكتر من الفور ميلك. الهاي اند ميلك يعني اخر شويه الطفل ايه بيرضعهم، عشان كده ان الطفل بيبقى ساتسفايد عند الاند اوف فيدنج واتشيف الديزايرد جروس اند الويت، يعني ما تحاوليش ان انت تقللي اللينس بتاع الرضعه بتاعته. طيب فيها هرمون جروس فاكتور هيلب البيبي سيستم ان هو تو ماتيور ويوصل للكريتيكال بيريود اوف فيزيكال جروس بتاعه والبرين ديفلوبمنت في اول 6 شهور من حياته. فيها لاكتوز، ده السورس بتاع الكربوهيدرات، مش احنا قلنا فيها بروتين وفات وكربوهيدرات، السورس بتاعه اللي هو الايه اللاكتوز، بيديكي كالوريز وكمان بيكون برده البرين جلاكتوليبيد. يبقى خدنا 2 بيكون البرين جلاكتوليبيد اللي هم اللاكتوز او بيساعد في البرين جروس، وخدنا الفات اللونج تشين اسينشال فاتي اسيد. زي ما قلنا هنلاقي الايرن والفيتامينز، اهي الايرن عشان يحمي من الايرن ديفشنس انيميا في اول 4 شهور، الفيتامين دي عشان يحمي من الريكتس، كمان فيها فيتامين سي في اول 3 شهور. البريست ميلك كونتين امبل كوانتيتيز اوف فلويد، سبحان الله، احنا قلنا نوت ايفن ووتر ليه؟ لان ربنا خلقه مليان كوانتيتيز اوف فلويد، بريست ميلك مش محتاج نو اديشنال فلويد، حتى الووتر مش محتاجها، ريدي ميد ربنا صنعه رباني، وبيحمي من الدايابيتس ميليتوس وبيحسن الكوجنيتيف فانكشن. ده كله خدناه للبيبي، في بروتين، في كربوهيدرات، في فات، في هرمونز، في اميونوجلوبولينز، في اكتيف ليمفوسايت، في ايرن، في فيتامين تي، في فيتامين سي بيحمي من الدايابيتس ميليتوس وبيحسن الكوجنيتيف فانكشن بتاع البيبي، ومليان امبل كوانتيتيز اوف فلويد، ده غير الكلاسترام اللي هو بيبقى اول 3 ايام من الولاده. طيب خدنا للبيبي، طب ايه الجزء الخاص بالمازر؟ هل هيحمي المازر؟ هل البريس فيدنج يحميها؟ يحميها. اول حاجه ان هو بيقول لك الست لما يقول لك ده بترضع طبيعي، بترضع طبيعي يعني ايه؟ يعني لبن نقي،
تمام. الرضاعه الطبيعيه ديت بتفرز، ربنا بيفرز من البوستيرو بيتيوتري زي ما خدته في الفسيولوجي هرمون الاكسيتوسين. الاكسيتوسين ده بيعمل حاجتين، اول حاجه بيعمل نيجاتيف انهيبيشن للانتيرو بيتيوتري هرمون ال ال اتش والاف اس اتش، فيمنع الاوفيوليشن، فبالتالي يعمل كحاجه طبيعيه انها يقول لك الست اللي بترضع نظيفه ما تحملش، تمام. يبقى بيقلل الاوفيوليشن، بيقلل البريست اند الاوفاريان كانسر. طيب كمان الاكسيتوسين اللي طالع من البوستيرو بيتيوتري بيعمل كونتراكشن لليوترس، فايه يقلل بليدنج اللي نازل بعد الولاده. كمان ان هو بيقول لك اللي بترضع بتخس لانها تعتبر اكتف، بيوزز اب انرجي وريجين هير فيجر فاستر، يخليها تستعيد نشاطها وحيويتها. كمان كونفيدنت زي ما قلنا مناسب، مش محتاج انها تتعب نفسها وتعمل له ايه بريباريشن، وافيلابل ات اني تايم، مش محتاج انها تقوم وتتعب نفسها في عمايله. الكوميونتي بقى اول حاجه ناتشرال واي، دي حاجه طبيعيه تو سبيس البريجنسي، عشان ايه زي ما قلنا فاميلي بلاننج طبيعيه. كمان انها بتحسن صحه الطفل والام، لما صحه الطفل والام يكونوا كويسين مش هيروحوا الهيلث سيرفيس، مش هيضطروا يطلبوا ادويه، مش مضطر ان انا الكوميونتي يعمل لي هيلث كير سيرفيس كتير ويعمل لي ادويه ويجيب لي اجهزه، تمام. كمان الهيلث كير اكسبنديتشر هتقلله، ما قلنا لما نجيب ادويه ونجيب اجهزه وكل ده كوست عليا ككوميونتي. وكمان الكوست بتاع الامبورتد فورمولا، ان الكوميونتي او الدوله تبدا تجيب لبن بودر عشان الامهات، ده كله تكلفه على المجتمع. طب نيجي بقى سؤال، ايه الفرق ما بين الكلاستروم والترانزيشنال ميلك والماتيور ميلك؟ الكلاستروم اول 3 ايام، ماتيور ميلك بيبدا بعد 10 ايام يتكون، في مرحله ما بين 3 ايام وال 10 ايام الاسبوع ده بيكون الميلك اللي بيتكون حاجه اسمها ترانزيشنال ميلك، لا هو كلاستروم ولا هو ايه ماتيور. ايه الفاكتورز اللي بيعتمد عليها السكسس اوف بريست فيدنج؟ في ماتيرنال فاكتور وفي فيتال فاكتور، ماشي. اول حاجه الماتيرنال فاكتور، الماتيرنال فاكتور بتاعتنا اول حاجه ان المذر هل هي ديسايد ان هي هتبدا ترضع ولا لا، يبقى هل المذر هتبدا ترضع ولا لا. كمان هل الماذر عندها مشاكل ولا لا، تمام، مشاكل صحيه زي عندها دايابيتس ميليتس، عندها هيربس زوستر، عندها اتش اي في، كل ده يمنع الماذر انها ترضع، تمام. يبقى دي مشاكل صحيه في الماذر، او ان هي اصلا مش عايزه ترضع طبيعي. في ناس يقول لك لا انا خايفه على شكلي وكده، يبقى دي كانت ماتيرنال فاكتور جزء خاص بالماذر. طب جزء انها عندها بريست بروبلم، بريست انجورجمنت، مليان انجورجمنت معناها متحجر او مليان باللبن، ماشي، فيبدا يتحجز ويعمل لها مشاكل، يعمل لها بين، تقول لك انا حاسه ببين، بريست انفكشن، جالها ماستايتس او ابسس، لما البيبي لما يجي يرضع من النبل بتاعت امه فور ذا فيرست تايم بيعمل لها مشاكل، ان النبل تكون سمول او فلات او انفيرتد، طبعا بيعمل لها ساكشن، بيجيبوا سرنجه كده من الصيدليه ويعملوا لها تريننج. سور او كراكد او فيشر نبل، ان النبل تكون برضو فيها كراكلينج او فيشرنج مقلماها. طيب في فيتال فاكتور، فيتال فاكتور زي ايه؟ مالتيبل بيرث، يعني اكتر من طفل ايه مولود، بيبز عندهم كليفت ليب او بلد، تمام. مالتيبل بيرث يعني في ناس نسمع دلوقتي مع الحقن المجاري والارقام دي، في ناس بتقول بالثلاثه وبالخمسه، فبتبقاش عارفه ترضع مين ولا مين. طفل عنده كليفت ليب او بلد، دول بيبقى عندهم مشاكل في الرضع، بيبقى طبعا في اتصال ما بين القناه الهضميه والايه والنوز، فممكن اللبن يدخل يحصل له صفوكيشن، فبالتالي لازم الطفل ده بيرضع ببزازه. اللي عنده كليفت ليب او بلد ما بنرضعوش طبيعي ابدا. طفل عنده لاكتوز ديفشنسي او فينايل كيتونيوريا، ما عندهوش الانزيم اللي هو يكسر اللاكتوز اللي هو موجود في الميلك في اللبن الطبيعي، فده بنضطر نديله صناعي لبن لاكتوز فري ميلك. في كمان هيلث كير فاسيليتي فاكتور، هل هي متوفره ولا لا. نيجي بقى للفورمولا فيدنج، قلنا هنتكلم عنها، دي عكس البريس فيدنج، بيعتمد على نوع الملك، في موديفايد فورمولا زي ما قلنا موجوده في الاسواق. لو الطفل عنده كونستيبيشن بيستخدموا نوع من اللبن فيه لاكس شويه، لو الطفل عنده فينايل كيتون يوريا بناخد فورمولا فيها لاكتوز فري ميلك، يبقى بتبقى موديفايد على حسب الحاله الصحيه بتاعه البيبي. كمياته
ده بيحددها الابيتايت والبودي جروث كيرف بتاع الايه بتاع البيبي، هل هو ماشي في النورمال ولا هو اندر ولا اوفر، وكمان الابيتايت. الدايليوشن بريباريشن زي ما قلنا هنلاقي لو حد عنده بوتل او بيبرونا هنلاقيها مدرجه 30 60 90 130، كل 30 المكيال بيبقى جاي مع العلبه، بياخد لها مكيال من اللبن البودره لكل 30 سنتي من ميه دافيه مغليه معقمه كويس. طبعا زي ما احنا عارفين ان البوتل الصناعي ده ما يقدرش وزستين، طبعا الطفل خلصه او ما خلصوش، لو سبتيه بره ساعه لازم يترمي ويتعمل له مكيال جديد. فريكونسي اوف فيد بيحددها الطفل. الميثود اوف فيدنج، الفيدنج بوتل زي ما قلنا لازم تبقى شفافه كويس، كليرلي جراديويتد زي ما قلنا جراديويشن 30 60 90، سموث فروم انسايد ناعمه وكويسه من جوه، ليها كفر طبعا متغطيه، وويزستاند البويلنج لو في بويلنج او ميه سخنه جت فيها يبقى تعمل ويزستاند الايه للبويلنج بتاعها. الهيجينيك ميجر لازم طبعا وانا بعمل فطام او الويننج استخدم فريش فود، الفود يكون فريش طبعا، اني فورما وخاصه الببرونه ما تقعدش اكتر من ساعه، ده مهم جدا. بعد ما اخلص بالببرونه لازم اوش كل اليوتنسلز، اغسلها كويس بعد اليوز، واستخدم بوتل برش كويسه. الويننج هبداه امتى؟ غالبا في الكتب بعد 6 شهور، حاليا مش عايزه اقول يعني احنا نلتزم بالكتاب، في ناس بيقولوا بيبداوا من 4 شهور. طبعا جراديولي ستارت ويز سمول اماونت اوف نيو فود، يعني مثلا لما اجي ابدا الفطام ما اعملش كله مع بعضه، انا هديله بطاطس هديله موز هديله زبادي، لا يفضل ان انت لما تيجي تبداي الفطام مع البيبي تبداي حاجه حاجه، يعني مثلا هتبداي بالزبادي، لما تيجي تبداي بالزبادي تبداي مره وتكملي بيه طول الاسبوع، شوف هل الطفل هيحصل له منه مشاكل ولا لا، حصل منه مشاكل توقفي لغايه ما الطفل حالته الصحيه توريجين وفاستر ويرجع تاني نورمال، وتبداي تجربي معاه حاجه جديده من الايه الاسبوع اللي بعده. طبعا لازم النيو فود ده احطه قبل ايه قبل الرضعه على طول، عشان لو كل الرضعه هيشبع فبالتالي مش هيقدر يجرب الطعام الايه الجديد بتاعي. طبعا بريبير احضر الفود ده في كلين بليس، وطبعا ووش الانكوكد فود في كلين رانينج ووتر قبل ما اديه للبيبي، ولازم احضره كويس قبل الايتنج لان احنا قلنا ايه لازم يكون فريش، ولازم كفرد ويتحط في كول بليس. في حاجه بقى اسمها جروس مونيتورنج، يعني انا بعمل مونيتورنج للبيبي فولو اب للجروس بتاعه، ان انا بشوف الجروس هل هو في النورمال ليميت ولا في ديفيشن من الايه من النورمال. الستبس بتاعتي فور مونيتورنج بقيس له الويت والهايت واللينث والهيد سيركمفرنس، بعد ما اقيسهم بحطهم على جروس تشارت، لو حد عنده برده بيبي صغير عنده البطاقه البامبي واللبني بتاع الايه الولاد والبنات طبعا بنحطه على الجروس تشارت بتاعهم. بنشوف هنلاقي الشارت دي موجوده جوه الايه جوه سواء اللبني او البامبي، البطاقه اللبني او البامبي بنحط عليها عشان دي بتجيلكوا في الاسبي، هنحطها على جروس تشارت وبشوف الريزلتنج كيرف اللي انا حطيته هل هو في النورمال ولا في الاب ولا الداون، لو في الاب ولا الداون بشوف الكوز اوف ديفيشن واحاول ان انا اعالجه مانجمنت للكوز ده، وبالتالي اعمل مور فريكوينت اسسمنت لغايه ما الكيرف بتاعي يمشي مع الايه مع النورمال كيرف زي ما قلنا موجوده جوه البطاقه. ده ازاي بعمل الايه الهايت والايه والويت ميزانه اهي نفس للطفل الهايت والويت والهيد سيركمفرنس زي ما احنا شايفين. الجروس تشارت دي اسمها ستاندرد ديفيشن تشارت، وانتوا هتاخدوا في الاحصاء او كنتوا خدتوها يعني ايه ستاندرد ديفيشن تمام. هي الرينج ما بين بلس 2 ستاندرد ديفيشن وماينس 2 ستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن كيرف ده بيبقى عامل زي الايه بيل كيرف كده او نورمال ديستريبيوشن كيرف، بيبقى فيه بوزيتيف 2 ستاندرد ديفيشن على اليمين وماينس 2 ستاندرد ديفيشن على الشمال، والمفروض نورمال 3 و3 تمام. طب اللي على الحرف ده ولا على الحرف ده الواحد لواحد بنسميه اوتلايرز، المهم هتاخدوها في الاحصاء، المهم هو الستاندرد ديفيشن شورت اللي ما بين الماينس 2 والبلس 2 ستاندرد ديفيشن. 4 شرط بستخدمها للطفل اقل من سنتين، الويت فور ايج هنلاقيها برده جوه البطاقات، الايج الايج على الاكس والويت على الواي، برضو الايج فور هايت الايج على الاكس والهايت فور واي، او الهيد فور ايج بحط الايج والهيد سيركمفرنس، او الويت فور هايت بحط الهايت على الاكس بار والويت على الواي اكسس واعمل انتربريتيشن. طيب نيجي بقى للصوره دي علشان الاسبي نركز معانا.
اول حاجه هنلاحظ ان الخط ده الاسود الداكن ده زي ما انتم ماشيين معايا اهو، الخط الاسود الداكن ده رايح على فين؟ حاجه اسمها 50 برسنتايل. تمام. طيب نيجي بقى الخط اللي هو اول خط فوق ده رايح على فين؟ رايح على حاجه اسمها 95 برسنتايل. طيب الخط اللي تحت ده رايح على فين؟ على الفيفث برسنتايل. ده اللي احنا بنقول عليه وهتاخدوه في الاحصاء. الفيفث برسنتايل ده هو الايه؟ الماينس 2 ستاندرد ديفيشن. طيب وال95 ده اللي هو بلس 2 ستاندرد ديفيشن. ما بين 5 ل 95 كل ده كله ده بيقع في النورمال الزون اللي هو النورمال زون. يعني لو جينا اهو عملت لكم كده اهو، كل ده تبع النورمال زون. معلش انا طلعت فوق كده، الحته اللي فوق دي مش تبعنا، هي دي انا مسحت كله تقريبا. ماشي، هنيجي نعمل تاني اهو، كل ده من اللي فوق اللي تحت كل ده بنسميها نورمال زون. طيب نمسح تاني الخط اللي احنا عملناه. طيب يبقى احنا قلنا ما بين 5 ل 95 كل ده ايه؟ كل ده نورمال. انما طب ليه عاملين الخط اللي جوه النورمال ده داكن اكتر؟ لان بيوضح لك ده النص، ده ال 50 النص بالظبط، يعني ان النقط تيجي عليه يبقى الشخص ده ايديال، ايديال قوي. تمام. طيب نيجي بقى لايه؟ طيب الصوره دي فوق مكتوب لك ايه؟ ويت فور ايج، يعني الايج اهو زي ما شفنا على الاكس بار، وهنا الويت بيبقى على العكس. بس ده ايه؟ ده جايب لك واحد جيرل بطاقه بامبي، واحد بوي بطاقه لبني. تمام. هنا لما يجي نشوف النقط الحمراء دي هيجي في الاسبي يقول لك انتربريتس ريزلتنج كيرف. النقط دي هل هي في النورمال ولا في الابنورمال؟ لا، ده نورمال ويت فور ايج كيرف، وده نورمال برضو ويت فور ايج كيرف، لان النقط الحمراء ماشيه جوه الكيرف من 5 ل 95، ده بالعكس كمان ماشيه مع اللاين اللي هو الايديال اللي هو 50%. طب امتى اقول ابنورمال؟ لو الخط جه كده، الكيرف جه هنا، او الخط جه هنا، او الكيرف جه هنا. لو الكيرف جه هنا اللي هو اللي فوق ده يبقى نسميه ده انكريز الويت فور ايج، الشخص ده هيجي في مرحله الاوفر ويت لانه فوق ال 95. طيب لو جه الخط هنا اللي هو ده يبقى ده، وهنمسح اللي فوق ده كده اهو، تمام. اللي تحت كده ده يبقى اسمه ايه؟ ديكريز الويت فور ايج، ان الشخص ده هيدخل في مرحله مال نيوتريشن وهتاخده مرازمس وكواش والحاجات اللي انتوا ايه هتاخدوه. طيب نيجي بقى اللي بعده، ده كيرف تاني بس فيه ايه؟ بص هنقرا فوق كده، بيرث تو 36 مانس اب تو 6 للبوي، اللينس فور ايج والويت فور ايج. جايب لك اللينس فور ايج والويت فور ايج مع بعض. ده جايب لك فوق هنا ده مكتوب عليه ايه؟ اللينس، يعني الكيرف اللي فوق ده هو اللينس فور ايج. طيب وجايب لك تحت هنا ايه؟ الويت، يعني الكيرف اللي تحت ده هو الايه؟ هو الويت فور ايج. طيب لو جيت انا نقطت او عملت انا هرسم الكيرف، هو مش راسم لي حاجه هنا، انا هرسم الكيرف كده اهو، وجيت هنا عند اللينس برده رسمت الكيرف هنا، وقلت لك انتربريت ذا ريزلتنج كيرف، يبقى الشخص ده هيبقى ايه؟ ادي ال 95% بتاعتنا في الويت، وادي ال 5%. تمام. يبقى الشخص ده ايه؟ انكريز ويت فور ايج، ماشي في مرحله الاوبيستي. طيب والشخص ده انكريز اللينس فور ايج، الشخص ده ايه؟ يبقى فيري تول. طيب جينا مسحنا، تمام، مسحنا الخط اللي فوق اهو، ومسحنا الخط اللي تحت، وجيت انا رسمت تاني، رسمت واحد هنا اهو،